المعنى والمكان. تدور احداث هذا الفيلم الرائع بكل مكوناته، المقبره الصناعيه مقابل المقبره الانتي صناعيه، ماكنتوش رجل الحديد مقابل ماكنتوش رجل الورود والرومانسيه، الغنى والصيت مقابل الفشل واليأس. لقد قدم هذا الفريق عملا مبدعا مكتمل الاركان اخراجا وتصويرا وتمثيلا وبحثا، غطى في اعماق الشخصيات واخرج فلسفتها وصراعاتها وضعف شخصيتها، وتامل في جوانب حياتهم وبحث تصوير حركي وسرعه في اللقطات وحسن اختيار للمواقف يستحق عليه اوسكار. يمكننا مدح شخص بعينه لانه عمل متكامل ذاب فيها الواحد في الكل والكل في الواحد.